السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. الكثير من الاسئله ان شاء الله اليوم غادي نجاوبوا عليها، لانه كيف ما لاحظتي في الحلقات السابقه كانوا بزاف ديال المستمعين الكرام طالبونا باش نتكلموا على المشكل الصحي ديال الشحمه في الكبده وناقشوه من خلال الجانب ولا الشق الغذائي معك بطبيعه الحال استاذ محمد الحليمي. فغير قبل يعني نوضحوا للمستمعين الكرام المشكل ديال الشحمه في الكبده، واش هو مرتبط بالسمنه يعني بتراكم الدهون في الجسم او بمشاكل صحيه اخرى؟ نعم، اولا لما كنتكلموا على الكبد، والكبد سبحان الله في واحد اعجاز كبير جدا وواحد المختبر اللي هو عظيم جدا في جسم الانسان، وغادي نتحدثوا ان شاء الله اليوم، غنعطيو بعض النصائح باش نتهلاو في هذا العضو ديالنا لانه عضو جميل جدا في جسم الانسان وخاصنا نتهلاو فيه بواحد نمط العيش، ما كنقولش غير التغذيه، هو نمط العيش في الحياه اليوميه ديالنا باش ما يكونش عندنا ارهاق ديال هذا العضو هذا. بالنسبه للكبد الا بغينا نقولوا هو الا بغينا نقولوا اكبر غده في جسم الانسان، علاش؟ لان الحجم ديالو اولا كبير، ثانيا الدور ديالو كبير جدا، الدور ديالو اولا هو عنده الدور ديال الاستوكاج، يعني كيتجمعوا فيه بعض العناصر ومنها الجليكوجين واللي كيحتاج الانسان للطاقه ديالو، كذلك ليبيراسيون، علاش؟ لان التنظيف ديال جسم الانسان محتاج ان هاد العمليات ديال التنظيف من هاد السموم اللي كاينه في جسم الانسان، كذلك الدور الثالث هو الانتاج بعض المواد، وشنا هي هاد المواد؟ هي الانزيمات، هي العصاره الهضميه، هو الكوليسترول، الناس كيسمعوا الكوليسترول كيسحبوهم، راه ديما هي ماده خايبه، بالعكس الانسان كيحتاج الكوليسترول تقريبا 300 ملي جرام في اليوم اللي هي الاساس ديال تكون الهرمونات، وبالتالي الى جينا نشوفوا الدور ديال هذا الكبد هو دور كبير جدا. علاش كنقولوا هذه الادوار هذه؟ لان غادي نرجعوا غادي نلقاو بان لما كيوقع لنا مشكل في الكبد كنستنتجوا المشاكل من خلال الدور ديالو، لانه الدور ما كيتمش الدور بشكل جيد، وبالتالي كتكون عندنا مشكله. لا لاستيتوز ولا لو فوا غرا ولا الشحمه في الكبد، الا بغينا نديروا واحد التعريف، هي عباره عن زياده نسبه الدهون على مستوى الكبد اللي كتوصل تقريبا 5% من الوزن ديالو على شكل ثلاثي الجليسيريد او الشحوم الثلاثيه. يعني هاد الشحوم الثلاثيه كتجمع لنا على مستوى الكبد، والاسباب هي اسباب متعدده، اولا نمط العيش، مش ما نقولوش غير التغذيه عندها دور كبير جدا ولكن ماشي غير بوحدها، نمط العيش، الانسان واش ممارس للرياضه، كذلك بعض السلوكات اللي هي الاسلام حرمها مثلا كشرب الخمر، كهذه مواد، وهذا الستيل دو في كامل كياثرنا على هذا العضو اللي هو عضو حساس. وانا دائما كنقول المستمعي الكريم عافاكم، الانسان لما ياخذ شي حاجه يعرف بان اي حاجه خداها غادي يتعامل معها الجسم، اي حاجه خداها واي عنصر غذائي غادي يتعامل معها الجسم، وبالتالي الكبد من اول المتضررين من سوء التغذيه ولا من ديزيكيليبر ديال العناصر الغذائيه. علاش؟ لان هاد الشحمه ملي كتجي اولا من ارتفاع ثلاثي الجليسيريد، يعني الكبد هو في حد ذاته اللي كيعطينا هذه الماده هذه، اما كتكون الانتاج ديال هذه التريغليسيريد بشكل كبير جدا، واما كتكون نقص في البروتين اللي هو حناش كنسميو الشحوم، هي الفال دي ال، يعني هذا البروتين اللي كيهز لنا هاد الشحوم الثلاثيه، وبالتالي اذا كان انتاج كبير او لا كان نقص في انتاج هذا البروتين، لان البروتين هو اللي كيدي لنا هاد الشحوم الثلاثيه، غادي يكون عندنا تراكم ديال الشحوم الثلاثيه على مستوى الكبد، وبالتالي غادي تسمى ما يسمى عندنا بالشحمه في الكبده. التشخيص هو تشخيص كيقوموا به اخصائيين في الجهاز الهضمي، يقدر يكون ليكوغرافي، يقدر يكون حتى البيوبسي باش يشوف الناس الطبيب واش فعلا. ودائما اقول ان التشخيص مهم جدا، يعني احنا كاخصائيين في التغذيه المريض ما نقدروش نتعاملوا معاه الا ما كانش التشخيص دقيق. علاش؟ باش ما نحرموش من واحد العناصر اللي هي ممكن انها تبقى له في الحياه اليوميه ديالو، كنعرفوا الدور ديال التغذيه، وباش ما نوصلوش لهذاك المشكل اللي كيقول لك الناس، كيقول لك احنا غادي ناكلوا واللي بغى يوقع هذه الحاله، ما كنبغيوش حنا المرضى يوصلوا لها. وان شاء الله يا رب غادي نتحدثوا على هذا المشكل، وكنذكر ان الكبد عضو
جميل جدا، مختبر في جسم الانسان فيه اعجاز كبير جدا عافاكم تهلاو فيه، وغادي نشوفوا كيفاش الطريقه باش اننا نتهلاو بنمط العيش والتغذيه السليمه الجيده. نعم واخا استاذ محمد الحليمي، بالنسبه لهذا المشكل الصحي اللي هو الشحمه في الكبده، الاعراض ديالو كيفاش كتكون؟ نعم، اولا الاعراض كتجي انطلاقا من 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 شنو كيوقع في الكبد. اولا اول حاجه شنو كيوقع في الكبد، كيولي لو فوليوم كيتزاد، يعني الحجم كيتزاد، ربما يوصل حتى 5% من الحجم ديال الكبد. كتكون قله ديال كتكون اذا بغينا نقولوا ابو سونسيبل. علاش؟ لان ما كيبقاش الانزيم ديال الليباز، وكنعرفوا حنا الدور ديالو باش يكون عندنا واحد الهدم والهضم ديال الدهنيات. كذلك كيكون الالم، كتكون الالم، يعني ثلاثه ديال الحوايج، كتكون الحجم كيتزاد، ولما كيتزاد الحجم ربما هو اللي كيعطينا بعض الالم، وكذلك الحساسيه ديال الاستجابه ديال هذا العضو هذايا. وكنعرفوا حنايا التحاليل الطبيه كدار، يعني الانسان دائما كنقولوا حنا التحاليل الدوريه مهمه جدا. الانسان الا حس بالالم، وحتى الانسان الا ما حسش بالالم ممكن انه يمشي يدير بعض الفحوصات الدوريه. وكاين كما كنديروا التحليله ديال السكر ديال الكلاوي ديال الانفاس ديال الانسان يعرف في الدم ديالو، كذلك ممكن نعرفوا هذا العضو هذا ونمشيو كما الانسان كيدير الصيانه مثلا ديال شي اله عنده في المنزل ولا السياره ديالو ولا هذه. هكاك جسم الانسان هو اولى بهاد السلوكات هذه. ممكن يكون الام، اذا ما كانش الام كيكون الحجم زايد، وممكن يكونوا هادو بثلاثه، لكن التحاليل المخبريه هي اللي كتاكد لنا واش فعلا هاد الكبد فيه مشكل ديال هاد الاستياتوز ولا هاد الشحمه في الكبده ولا ما كايناش. نعم نعم. اذا نذكر كل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا انه ارقامنا هي 0522 46 72 50 51 او 52 او 0522 43 0009، والا عن طريق رقم 5080 رقم من اجل التواصل معنا عبر رسائل الاس ام اس. استاذ محمد الحليمي معنا اس ام اس او رساله من المستمعه الكريمه هي سلمى، كتقول في العمر ديالي 26 عام، عندي الام ديالي عندها هذا المشكل، بغيت نعرف واش كذلك عنده علاقه بالوراثه ولا لا. نعم، هذه المساله ديال الوراثه سؤال مهم جدا. علاش؟ لان العديد من الامراض لما كيمشيو الناس كيديروا بعض الابحاث وكيديروا بعض الدراسات كنلقاو ديما العامل الوراثي، ولكن العامل الوراثي عندنا ذاك لو جين ديال اي حاجه، ديال السمنه، ديال السرطان، ديال مرض السكري النوع الاول، مرض السكري النوع الثاني، ربما امراض اخرى. هذاك لو جين اذا بغينا نقولوا بالدارجه ديالنا كنفيقوه حنا بنمط العيش. الوغ إذا كان نمط العيش جيد، أنا بالنسبة مثلا بعد الأمراض مثلا كالسكري ولا النوع الأول ولا النوع الثاني، الوراثة عندها 30 35 حتى 40%، الوغ 60% كتبقى في يد الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى مستحيل أنه يعطي الوراثة بهذه الدرجة هذه ويخلي الإنسان ما يكونش عنده دور لا ايجابي ولا سلبي. لا، اعطى الله سبحانه وتعالى الانسان واحد القدر كافي تقريبا كيوصل 60% ولا 50% من جميع الامراض ممكن انه يتحكم فيها بنمط العيش ديالو. يعني بحال الى الانسان مثلا عنده شي حاجه اللي هي ممكن توقع ولكن ممكن تتغيرها بواحد السلوك، هذاك السلوك الا كان بشكل جيد، نمط العيش جيد، لو ستريس الانسان يحاول يحيد لو ستريس ما امكن، يدير واحد التغذيه اللي هي تغذيه جيده. وكنقول انا التغذيه عفاكم راه ذاك العلم اليتيم الذي تحدث عليه رسول يتيم، راه العلم التغذيه علم مفروض علينا كما كنقولوا حبينا ولا كرهنا. وبالتالي عفاكم نمط العيش في المغرب يتغير، نمط العيش ربما وصل تغيير جذري في بعض المدن وبعض العائلات، وبالتالي عفاكم رجعوا النمط الغذائي المغربي الاصيل ونمط شمال افريقيا والبحر الابيض المتوسط. وهذا الشيء هذايا دراسات ومنظمات كتقول بان هذا النظام نظام جيد لجميع الاعضاء، وكل اعضاء عندنا محتاجه لذاك الراحه ديالها كما كنكونوا حنا محتاجين الراحه، وبالتالي ما نراهقوهاش بهذا النمط اللي ولينا كنعيشوه اليوم. والوراثه كيوقع عندها دور، ولكن الدور ديالها محدود مقارنه مع ما كيملك الانسان من 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 ادوات اللي ممكن يغير بها هذه الوراثه ايجابيا ماشي سلبيا. نعم نعم. طيب استاذ محمد الحلمي، كنعرفوا انه في الكثير من المشاكل الصحيه لما الانسان كيتوجه عند طبيب اخصائي، اليوم ولينا كنشوفوا انه كينصح دائما الاخصائي انه كيقول العلاج ديالي راه ما يمكنش يكون بوحده، وانما خاص كذلك اخصائي في التغذيه، يعني التغذيه كتكون علاج مكمل. طبيعه الحال هذه مساله ولينا كنلمسوها في الكثير من المشاكل الصحيه، فغادي نتكلموا على الاغذيه اللي هي كتكون صديقه كيف ما كتسميها دائما بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل الصحي. ولكن توصلوا مع ام يوسف معنا من مدينه اكادير. صباح الخير ام يوسف.
لا. اهلا وسهلا بك. الله يجزيك بخير لالا، كنشكركم على هذا البرنامج وكنشكر الدكتور. مرحبا بك ام يوسف. الله يجزيك بخير. عندي واحد التساؤل لالا. نعم. درت التحاليل، عندي تريغليسيريد عندي 2.02. الله يجزيك بخير. شحال عفاك؟ 2.02. اها. وعندي الكوليسترول تواطر شي شويه، عندي 2.40. داكوغ. وبغيت نسولك سيدي على التغذيه، على تريغليسيريد بزاف اش غادي نحيد؟ انا السكر دابا حيدته. داكوغ. ولكن الحاجات الاخرين بحال السكر طبيعي كناكلو. وبغيت نسولك الله يجزيك بخير على الارغان، قالوا لي خصك تاكلي ارغان راه مزيان وزيت العود. نعم عفاك، ممكن يعني تعطيني الوزن ديالك؟ عفاك الوزن. الوزن عندي 76 كيلو. شحال في الطول ام يوسف؟ عندي ديك 1.59 هكذا. واخا. وشحال في العمر ديالك؟ عندي ديك 49 عام. واخا نجاوبك ام يوسف، شكرا لك، كنتي معنا المدينه اكادير. ان شاء الله دعواتنا لك بالشفاء العاجل والقريب لكل مريض، وان شاء الله دوام الصحه والعافيه للجميع. نمشيو ما نخليوش يونس كذلك كيتسنى معنا من مدينه اكادير، ومن بعد نرجعوا باش نجاوبوا على سؤال ديال ام يوسف. اهلا بك يونس، صباح الخير. وي صباح الخير. مرحبا بك معنا، اهلا وسهلا. ربي يخليك، الله يحفظك. ماشي بالنسبه لشي اعراض عندي اللي نقولهم للدكتور على قبل التشحم الكبد، ياك ما عندي تشحم الكبد. نعم، شنو الاعراض اللي عندك؟ عندي في القفص الصدري، جيت القفص الصدري كنحس بشي الم شديده بزاف، وخاصه الا كان مثلا كنشرب بعض الماء بارد ولا شي حاجه، وكنحس بهذاك سميتو هذاك الضيق ديال التنفس والضغط بزاف، جيت الكبد تقريبا. واخا. شحال في العمر ديالك يونس؟ 35 سنه. 35 سنه، عندك شويه الوزن زايد ولا لا؟ وي تقريبا. شحال عندك في الوزن وشحال عندك في الطول؟ 93 على 1.75. نعم. واخا. كتعمل ديك الفحوصات ولا التحليلات مره، ديك الفحوصات الدوريه ولا لا نهائيا؟ عمرك ما عملتيها؟ نهائيا. عمرك ما عملتي التحاليل؟ لا لا. واخا. وشحال تقريبا ندير مده يونس باش ولاو عندك هاد الاعراض؟ هاد الاعراض دابا تقريبا من صافي دو زون دابا كيجي وكيمشي، وكرد البال بعض المرات كيقول لك لا راه بومزوي هذاك، يعني بين نعرف واش عنده شي علاقه مع كما تشحم الكبد هذاك يعني كيكون على مده يعني كيغبر بعض المرات كيختفي وكيبان عاوتاني من بعد. غير يونس التغذيه ديالك كيف دايره؟ شنو اللي كيكون غالب عليها بزاف؟ الشحمه، الدهون؟ اعطينا فكره التغذيه ديالك كيف كتكون؟ اعطيني الغذاء المغربي كيكون فيه طواجن، يعني كيكون كتغدى بالطاجين، يعني بعض المرات ما كتفطرش، الاغلبيه ما كتفطرش انا بزاف كاع، الفطور ما كاينش. دونك كاين الغداء يعني غير منتظم، يعني مع في ظروف العمل كتكون خدامه نص نهار كامل، يعني كتجي في الربعه كتغداي صافي كتجلسي حتى تقريبا 8 هكاك عادي يلاه كتاكل شي حاجه خفيفه وتنعس. نعم. واخا نجاوبك يونس، شكرا اللي كنتي معنا من مدينه اكادير. العفو، ان شاء الله نجاوبك. استاذ محمد الحلمي، نبداو باول سؤال ديال ام يوسف اللي كانت وصلت معنا من مدينه اكادير، يعني سولت بالنسبه للارغان وزيت البلديه او زيت العود، قالت انه بزاف ديال الناس نصحوها انها تاخذهم، مع العلم انه كيف ما شرحت لنا عند المشكل ديال الكوليسترول، المشكل ديال داك ثلاثي الدهون كيف ما كنسميوه، قالت هي السكر زولاته نهائيا، فبغات غير تعرف وتاكد واش ارغان وزيت العود واش ممكن يفيدوها في هذه الحاله ولا لا، دخلهم في النظام الغذائي ديالها او لا؟ تماما. اولا بالنسبه للزيت ارغان ولا زيت الزيتون، اولا هي مواد طبيعيه، والجميل في الامر انها تؤثر على الكوليسترول بشكل جيد. علاش؟ لان في الطبيعه العناصر اللي كترفع لنا لو بون كوليسترول وكتخفضنا لو موفي كوليسترول هي زيت الزيتون والحركه، يعني ممارسه الرياضه، وهاد الزيوت اللي هي الزيوت الطبيعيه، لا زيت ارغان ولا زيت الزيتون. غير بالنسبه للناس في الجنوب، الناس اللي عندهم ارتفاع ثلاثي الجليسيريد يحاولوا شويه يبعدوا على زيت املو. علاش؟ لان كيديروا فيه بعض المكسرات بواحد النسبه اللي هي كبيره جدا، ما زيت ارغان ممكن تاخذها بالعكس هذه تفيدها. بالنسبه هي ثلاثي الجليسيريد اكيد عندها مرتفع، كذلك الكوليسترول عندها مرتفع، الوغ انا اللي غنصح الاخت انها لان ثلاثي الجليسيريد ملي كيجينا من السكريات، ولكن ماشي غير السكر اللي كناخذوه، كذلك السكريبتوز. هذا السكريبتوز ملي كيجي كنلقاوه في بعض الفواكه، اذا كان الانسان كيستهلك الفواكه بشكل كبير، كنلقاوه في بعض الحلويات، كنلقاوه في بعض المواد اللي هي مواد مصنعه، وبالتالي باش نحيد السكر هذا غير كافي
فعلا هذا مرحلة من المراحل باش أنني نواجه هذا المرض هذا. لكن والجميل في الأمر هو أن الحمية ديال الناس اللي عندهم الشحمة في الكبدة ممكن هي حمية، ممكن أنها تنقص الوزن، ممكن أنها تنقص الكوليسترول وكتنقص هاد الشحوم اللي كاينة على مستوى الكبد، وبالتالي هو نظام جيد لكن عنده أهداف متعددة، وهذا هو المحاسن ديال هاد الحمية هادي. ألا بالنسبة لها هي باش نجاوبها مباشرة، ممكن أنها تاخذ أرقان، ممكن أنها تاخذ زيت زيتون، ولكن ماشي بدات النسبة اللي هي عالية، واخا النسبة اللي هي معقولة ممكن تاخذوا في الفطور واحد جوج معلقات كبارين كاع ماشي مشكلة، حتى كذلك في البوطي ممكن أنها كذلك تاخذ جوج معلقات كبار ما كاينش مشكل. ما بالنسبة باش نحيدوا الشحوم الثلاثية غادي نهضروا إن شاء الله على بعض العناصر اللي ماشي غير السكر، كذلك عناصر أخرى اللي هي مهمة جدا خصنا نردوا لها البال. نعم إلا سمحتي أستاذ محمد الحليمي نشوف باش نجاوبوا على السؤال ديال يونس اللي كان توصل معنا من مدينة أكادير، الوزن ديالو 93 كيلو على متر 75، قال هو دابا غير التخوف ديالو من بعض الأعراض كيحس بها، بغى يعرف واش ممكن يكون احتمال ديال هذا المشكل اللي حنا كنتكلموا عليه اليوم اللي هو الشحمة في الكبدة. قال أنه كيحس مرة بضيق في التنفس ديالو، ضيق على مستوى القفص الصدري كله خصوصا قليل شرب الماء بارد، وكيحس بواحد الضغط وآلام في الجهة ديال الكبدة. قال واش هاد الأعراض ممكن تكون عندها علاقة بهذا المرض؟ أولا نقاط مهمة جدا نهضروا عليها في هذا السؤال. بالنسبة للأخ أول هو اعترف بأنه عنده واحد النظام اللي هو نظام غير جيد، وهذا جيد جدا، لأن فاش كنعرفوا الخطأ هو أول تغيير، أول مراحل تغيير الخطأ اللي كنديروه هو أننا نعترفوا به بعدا. ثانيا أنا كنعاتبه على واحد المسألة، هو أنه قال لك المشكل هذه شي عامين هو عنده هذا المشكل. عامين هو عنده هذا المشكل، زعما راه الانسان ضروري في هذا العام قبل هذا العام، لان الانسان الى غير يومين بان في هذه الاعراض هذه، انا بالنسبه لي انا خصو يمشي يشوف الطبيب. علاش؟ لان عامين والانسان في هذه المسائل هذه ما خص الانسان يستهن بالصحه ديالو. داكوغ الاعراض، لان كاين بعض المستمعين ربما اليوم نهضروا على حلقه الاسبوع الجاي نهضروا على حلقه اخرى ولكن نفس الاعراض، هادشي اللي كنبغي نقولو انا للمستمعين باش ما ندخلهمش في الدوامه ديال داك الوسواس ونقولوا واش عندنا هذا المشكل واش ما عندناش هذا المشكل. والاعراض دائما تتشابه، وبالتالي انا اللي غادي نوصي به الاخ يونس هو انه يمشي ما فيها باس عند الطبيب ديالو، يعطيه بعض التحاليل الطبيه الى مثلا شك في الكبده ممكن يعطيه غير التحاليل. ربما كاين بعض الاخوان اللي ربما كيلقاو شويه التحاليل شويه الثمن شويه مرتفع، لكن التحاليل ديال الكبده ممكن يمشي لاي مختبر يدير التحاليل ديال الكبده ويتاكد بان المشكل ما عندوش المشكل في هذا المشكل اللي كيعاني منه الناس. وماشي ضروري يكون هذه الاعراض هذه لا توحي تماما على انها ماشي شرط على انه عنده مشكل ديال هاد التشمع، عفوا الاستياطوز ولا هاد الشحمه في الكبده. بالنسبه للماء البارد هذه نقطه مهمه جدا بالنسبه لبعض الناس، لان كنعرفوا حنا جسم الانسان درجه الحراره ديالو 37 درجه. الوغ لما الانسان كيبغي يشرب، علاش كنقولوا حنا المغاربه كنقولوا اتاي كيبرد العطش اكثر من الماء، الماء البارد. هادشي في الصيف وحنا مقبلين على ارتفاع درجه الحراره، وهاد النقطه بغيت ركز عليها. الناس كيقول لك انا اللي شربت اتاي كيبرد لي العطش اكثر من الماء البارد. علاش؟ هذا هو السؤال المطروح. علاش؟ لان الماء البارد هاد الاعراض اللي كيعاني منها هو ممكن يكون الماء البارد هو اللي كيدير المشكل، لانه كيضروا الامعاء ديالو، لان كنعرفوا الماء الامتصاص ديالو كيتم تقريبا في واحد 20 دقيقه ولا 30 دقيقه بشكل كلي، وبالتالي كيوصل الامعاء بواحد الشكل اللي هو سريع. درجه حراره الجسم هي 37، لما كناخذوا الماء البارد شنو كيوقع؟ هاد الماء ما كيتمش الامتصاص ديالو، لان عندنا جسم ذكي، جسم مخلوق من عند الله سبحانه وتعالى. باش يتم الامتصاص ديالو يجب تعديل درجه حراره الجسم على الماء على مستوى الجسم، وبالتالي ذاك الماء كما كنقولوا حنا كيتسنى في المعده حتى كتعدل درجه الحراره ديالو، وهذاك الوقت اللي كتسنى فيه ممكن يدير مشاكل للشخص، ممكن يكونوا الم، ممكن يكونوا تقدر كاين بعض الناس اللي كتوصل لهم حتى للدوخه، كيقول لك انا كنحس بالدوخه، وبالتالي الانسان الا غيشرب الماء العادي ماشي الماء البارد وماشي الماء الساخن. واخا نمشيو نتواصلوا هذه المره اللي سمحتي استاذ محمد الحليمي مع فاطمه الزهراء من اكادير. اهلا بك فاطمه الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
بغيت نسول الدكتور الله يخليك على هذا، شكرا على هذا البرنامج ديالكم كاملين، كنتفهموا ليهم وكنستافدوا منهم بزاف. الحمد لله، مرحبا بك فاطمة الزهراء. بغيت نسول الدكتور على بالنسبه للفطور، انا المهم انا كنخدم بكري وداكشي، بالنسبه للفطور ما كنفطرش، كناخذ لي بسكويات وكنفطر بالبسكوي مثلا يفطريق وهذا يعني، وكنحس بالعيا بزاف. ومهم بعض المرات كنحس بواحد العيا مستمر، واحد ما عرفتش واش عندها لقدت. نعم، واخا فاطمة الزهراء عطينا فكره النظام الغذائي ديالك في النهار كله، اشنو كتاخذي مثلا؟ قلتي في الفطور ما كتفطريش مثلا غير بسكوي في الطريق وكيقضي الغرض بالنسبه لك، في الغداء الغداء شنو كيكون فيه؟ وبالنسبه للغداء الثاني كناكل غير شي سندويش، ولا بالمره مع حكم الخدمه ديالنا كناكل على برا بزاف. يعني الغداء ما منظمش، يعني عاوتاني العشاء كنمشي للكاسكروت كناخذ لي فخوي، ملي كنمشي للبارك ناخذ بزاف لي فخوي الكترا، وهذه اللي كندير العشاء، ربما نتعشى ربما نتعشاش. نعم، شحال في عمر ديالك فاطمة الزهراء؟ 29 عام. الوزن ديالك والطول؟ الوزن ديالي 56 والطول ديالي تقريبا متر و53. بغيت نسولك خدامة ولا جالسة في الدار؟ لا خدامة، خدامة بالاجتماع، ربما كنخدم 6 الصباح تقريبا حتى 6 العشية، يعني الخدمة ديالي مشيقة بزاف. وعندك لو ستريس في الخدمة ديالك بزاف؟ شي شوية ضروري. حكم ديال اني خدامة جوج خدامي ضروري شوية ديال ستريس. واخا نجاوبك ان شاء الله فاطمة الزهراء، شكرا لك كنتي معنا من مدينة اكادير. المستمعين ديالنا كثار اليوم من مدينة اكادير، نجاوبوها استاذ محمد الحليمي، يعني وفي العمر ديال 23 سنة بالفعل كيأسفنا هذا الامر، يعني لما كنلقاو 23 سنة ذاك السن اللي خصها تكون فيه عندك النشاط وديك الحيوية اللي كيعيشها الانسان، لانه في هذا السن ذاك ربيع العمر اللي بغينا نسميوه، كنلقاو الحالة ديال التعب، الحالة ديال العياء بحال فاطمة الزهراء، وسولناها على النظام الغذائي، ما عرفتش شنو رأيك فيه استاذ محمد الحليمي طيلة اليوم. انا بالنسبه الاول العصر ديال اليوم ربما بعض الناس كنقول لهم ديروا بعض التحاليل الطبيه، وكيمشيو كيديروا بعض التحاليل الطبيه، ربما التحاليل ديال الكبد وديال الكليه وديال تخطيط القلب باش كيشوف الجسم ديالو، وما كيلقى حتى شي مرض عضوي، ولكن كيقول لك انا عندي واحد العياء عام كما قالت الاخت. يعني الحياه اليوميه اليوم فيها مسائل ولات كتخلي الانسان عنده واحد العياء اللي هو غير مبرر. هذا غير مبرر كنديرو عاير بين قوسين، علاش؟ لانه مبرر بالنمط اللي كنا كنعيشوا فيه، لان الانسان تخلى على القاعده وذهب للاستثناء، لا في التغذيه، لا في الحياه، لا في الرياضه، لا في التعامل مع المجتمع، لا في، لانه ولا عندنا الا بغينا نقولوا استسمح، ولات المظاهر اكثر مما هو باطن الانسان، ربما حتى النظام الغذائي ولا دخلت فيه لهذه الاعتبارات هذه، وهذا هو الخطا. نعم، هي بالنسبه للنظام الغذائي ديالها الا بغينا نقولوا هو يبدا بالخطا، من لان يعني الانسان لما ما كياخذش وجبه ديال الافطار هي بدايه غير موفقه بالنسبه لليوم ديالو. أنا أول حاجة وأول درس خاص الإنسان ياخده بالنسبة لنظام التغذية قبل ما ندخلو شنو ناخدو شنو ما ناخدوش هو عدد الوجبات. يعني وجبة الإفطار ضرورية، الإنسان إلا ما كانش كياخد وجبة الإفطار كيبدا اليوم ديالو بخطأ. ألو قالت هي بأنه كيجيها العياء وكتاخد لي بيسكوي، هذا عادي جدا. علاش؟ لأن من الوجبة ديال العشاء حتى الوجبة ديال الإفطار ربما واحد المدة ديال الصوم، يعني اللي كتوصل 11 ساعة، بعد المرة 10 سوايع، بعد المرة 13 ساعة، الو هنا يكون الانسان صائم. شنو كيوقع؟ كتاخد هاد لي بيسكوي، لي بيسكوي شنو هما؟ هما عبارة عن مواد وأغذية اللي فيها سكريات، ماشي كنقولوا بسيطة وسريعة، ما بقاش هذا المصطلح، سكريات اللي فيها لاندكس غليسيميك ولا مؤشر غليسيمي طالع. شنو كيوقع؟ كترفع الناس نسبة السكر في الدم واحد الدرجة سريعة، الو كيتم الافراز ديال الانسولين بواحد الدرجه سريعه، وكيهبط نفس السكر في الجسم بواحد درجه سريعه، وكنعرفوا حنا الجوع هو هبوط نسبه السكر في الدم. الو لما كيهبط السكر في الدم هذا نسميه حنايا بالجوع المزيف، هذا الجوع المزيف هو اللي كيجي من بعد هاد الوجبات اللي هي وجبات فيها حلويات، وكيولي الانسان بالعكس كيحس بواحد العياء اللي هو عياء غير مبرر، لكن في العمق ديالو الا درنا واحد تحليل النظام كنلقاو بان هذا عنده سبب. كذلك نقطه اخرى قالت بانك تاخذ الوجبه ديالها خارج المنزل، انا ممكن ناخذ وجبه خارج المنزل ولكن تكون عندي وجبه صحيه، لان هذا الشيء كيهمني. والمشكله ماشي الاستثناء، المشكله داك الشيء كيولي شي حاجه اللي هي كل نهار. نعم، روتينيه روتينيه، وهذا هو الخطا.
وعاد هي قالت واحد المساله، قالت انا كناخذ في العشيه الفواكه بزاف. هذا المصطلح هذا ما خصوش يكون وما خصوش يكون بزاف، حنا باعتدال الانسان ياخذ واحد الكميه اللي هي معقوله. تقدر تاخذ واحد الفاكهه ولا حتى الفاكهتين ماشي مشكله، ولكن ماشي لدرجه انها تكون بزاف. وبالتالي النظام ديال الاخت فاطمه الزهراء هو نظام فيه بعض النقط اللي هي نقط خاطئه خاصها تصححها، ومن ضمنها هي عدد الوجبات والتخلي على هذه الوجبات المصنعه، لانها اقل ما يقال عنها انها ترهق الجسم وكتخليه يشد واحد الشبع اللي هو شبع مزيف، ماشي الشبع اللي كنعرفوا حنا باش الانسان كيمارس الحياه اليوميه. بالفعل، وخصوصا بالنسبه لطبيعه العمل ديالها، هي اللي قالت كتخدم من 6 الصباح حتى 6 ديال العشيه، وكنعرفوا انه بالفعل كاين بزاف ديال يعني الانواع ولا الوظائف اللي كتحتاج منها الطاقه اللي هي ديال الفكر ديال العقل، وكذلك الطاقه اللي هي جسميه. فإلا ما خديناش الطاقه من الغذاء من نظام التغذيه ديالنا، فمنين غادي نجيبوها؟ لذلك طبيعي انه الانسان غادي يحس بهذه الاعراض ديال التعب وديال العياء. استاذ محمد الحليمي معنا اس ام اس من عند رضوان. رضوان كيقول في العمر ديالي 42 سنه اكتشفت انه عندي المشكل ديال الشحمه في الكبده. دابا كنشوف انه بزاف ديال الناس كينصحوني باش ناخذ اللحم ديال الجمل، واش فعلا غيكون مفيد ليا ولا لا؟ نعم، اولا بالنسبه كما قلنا في القاعده الذهبيه، ما كاينش شي مرض. يعني قلت انا في الحلقه ديال البارح، قلت هاد التفكير جا من هاد الشيء ديال الادويه. انسان عندك مرض خذ هذا الدواء. في التغذيه ما كاينش هذه القاعده. التغذيه كاين نظام، والنظام كاين النظام اليومي وكاين النظام الاسبوعي. داكوغ؟ لان كاين بعض الاغذيه اللي كناخذوها بشكل اسبوعي، كاين بعض الاغذيه اللي كناخذوها بشكل يومي. ما كاينش هذا الغذاء ممكن مثلا يعالج المشكل ولا ممكن يعطينا بعض الحلول. لحم الجمل لحم جميل جدا، يعني الله سبحانه وتعالى قال بالنسبه للجمل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. شوف الله سبحانه وتعالى خلق الابل ورفع السماوات حطهم في واحد المرتبه وحده، وبالتالي الجمل لحم الجمل احسن لحم بالنسبه لفئه اللحوم. هذه من جهه، من جهه ثانيه هو مزيان الناس اللي عندهم الشحوم الثلاثيه في الكبد. علاش؟ لان احنا اوتوماتيكمون الناس اللي عندهم لي تريغليسيريد طالعين كنحيدوا لهم السكريات، وكنحيدوا لهم بعض الاغذيه اللي هي الاندكس غليسيميك ديالها طالعه، وبعض الاغذيه اللي فيها ماده الفريكتوز. لكن الناس اللي عندهم ثلاثي الغليسيريد والشحوم في الكبد كذلك كنحيدوا لهم الدهون الاخرى، وكنخلي لهم الدهون الغير المشبعه. هاد الدهون الاخرى علاش كنحيدوها؟ لان هاد الانزيم ديال الليباز كيجينا من الكبد. الوغ مادام الكبد فيها مشكل، باش اننا نريحوا شويه هذيك الكبد، وهذا الشيء كيكون عند الناس اللي عندهم الشحمه في الكبد، الناس اللي عندهم لا قدر الله ليباتيت بجميع الانواع ديالو، الناس اللي عندهم تشمع الكبد ولا السيغوز. الوغ هادو كاملين كنعطيوهم حنا هذه الحميه هذه. علاش؟ لان مادام الكبد فيه مشكل، الا والانزيم اللي غادي يهضم لنا هاد الدهون فيها مشكل. كذلك مشكل اخر هو ان الكبد كما قلت انا من الادوار ديالها هي تفرز. تفرز ماذا؟ تفرز العصاره ديال اللابيل اللي كتمشي تخزن في فيزيكول بليار ولا المراره، وبالتالي كيولي مشكل عندنا في الدهون. الوغ اللي غنصحنا الاخ انه يعرف الكميه ديالو اللي غادي ياخذ في اليوم من اللحوم، بدون انه نقولوا لحم الجمل بالنسبه للجنوب عندهم فرصه وجميل جدا لحم الجمل مقارنه مع اللحوم الاخرى، ولكن ماشي كعلاج، ولكن كيدخل في النمط الغذائي باش اننا نبعدوا على اللحوم الاخرى اللي هي غنيه. لان الشحمه ديال الجمل ماشي بحال الشحمه ديال اللحوم الاخرى. الشحمه ديال الجمل كتكون بوحدها، كتكون سيباري على اللحوم، ممكن الانسان يحيدها بواحد الشكل اللي هو اسهل من الشحوم اللي كاينه في اللحوم الاخرى. نعم. واخا باش كتنصح يعني تقريبا معدل شحال من مره في الاسبوع يقدر ياخذوا استاذ محمد الحليمي؟ نعم، بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل في الكبد، اولا على حسب الوزن ديالهم وعلى حسب التقاليد ديالهم. الوغ كاينين هاد الناس اللي كياخذوا باللحوم بشكل يومي، وهذا خطا كبير جدا. الوغ اللحوم ليس بغذاء يومي. الوغ نديروا النظام اللي موجود في القران الكريم، هو نظام ديال 3 مرات الاسماك في اليوم، في الاسبوع، مره واحده الانسان ياخذ لحم الطير اللي هي اللحوم الاخرى، ومره واحده ياخذ لحم هاد اللحوم اللي كنتحدثوا عليها انا، سواء
كان كما كنقولوا حنا بالدارجه واش البقري ولا الغنمي ولا لحم الجمل، تكون واحد المره جوج مرات في الاسبوع. الا كان الناس اللي عندهم مشكل في الكبد ما يتعداوش عافاكم مره جوج مرات في الاسبوع، باش يكون عندنا واحد نظام اللي هو نظام جيد باش نقاوموا المشكل ديال الكوليسترول، لان عاده هاد الناس هذوك كيطلع عندهم نسبه ديال الكوليسترول. نعم. معنا كذلك استاذ محمد الحليمي اس ام اس من عند سميه كتسول كتقول انا مدمنه على الشوكولاط، ما تخيلوش الكميه اللي كناخذ يوميا. ودابا بزاف ديال الناس اللي معايا في الخدمه ولا حتى عائلتي في الدار كيقولوا لي الكبده غدا تهلكيها، واش فعلا ولا لا؟ نعم فعلا هذا المصطلح مصطلح انا بالنسبه لي نمط العيش اللي ولينا كنعيشوا فيه هو كنهلكوا الكبده بمعنى الكلمه. علاش؟ لان اولا المواد الدخيله على الجسم، قلت انا قبيله في الاول الحلقه قلت اي غذاء اخذيناه غيتعامل معاه الجسم، غادي يتعامل معاه، لكن سيرهق. سيرهق شنو؟ سيرهق هذوك اللي كيشتغلوا على تنظيف الجسم. شنو ما اللي كيشتغلوا من ضمن هاد العمالقه هاد الاعضاء المعجزه جسم الانسان اللي كيشتغلوا على تنظيف الجسم هو الكبد. وبالتالي ماشي غير الشوكولا، لا جميع المواد المحفظات والملونات والمنكهات، لان احنا في المغرب باش تاخذ الشوكولا الفغي ماشي هو الشوكولا اللي كناخذوا دابا، هاد الشوكولا لا علاقه له، وعاد الشوكولا فيه نسبه عاليه من السكريات اللي عندها، لانديك الجليسيميك ديالها طالع، ممكن انها طلعنا لتريغليسيريد، ولا ينصح بها لا في الوقايه ولا العلاجيه. فعلا اذا كان الشوكولا فغي ممكن ان الانسان، والشوكولا فغي كيكون امير كيكون مر، ماشي هاد الشوكولا اللي عندنا كاين دابا اليوم. كذلك من الحاجات اللي ترهق الكبد هي بعض الانزلاقات لهاد الاعشاب بواحد الدرجه اللي هي كبيره. والاعشاب اول حاجه، لان الانسان كي كيتناول الاعشاب غادي يمشي يدير التحاليل ديال الكبده غادي يلقاهم طالعين. علاش؟ لان هاد العناصر هي ترهق الكبد. وبالتالي انسان الا بغات هي تاخذ شي حاجه حلوه، الناس ما عرفتش علاش ما بقاوش كياخذوا التمر، علاش ما بقاوش كياخذوا الزبيب، علاش ما بقاوش كياخذوا المكسرات. هادشي هذا جميل انا نخليه في المنزل ديالنا. بعض الامهات كيقول لك احنا كنحاولوا، لان الام لما لان الام والاب هما ذاك القائد ديال المنزل لا معنويا ولا ماديا. الو غير جبتي شي حاجه للمنزل الطفل غادي ياخذ داك الشيء اللي كاين في المنزل، وبالتالي الا حطيتي له شي حاجه في الثلاجه وقلتي له لا هذه ما تاخذهاش هذا خطا. علاش؟ لان ديجا انت عندك الو اوتوماتيكمون الطفل ولا الناس الكبار غادي يفهم بان هذاك الشيء راه ممكن مسموح ليك وممنوع ليه، وهذا الاحساس ما خصوش الناس يحسوا به. يعني من الاساس كما قلنا اول حلقه قلنا النظام الغذائي بدا كنقولوا حنا التغذيه تكون التسوق بشكل جيد، اغذيه اللي هي اغذيه جيده باش ما تفرضش علينا في واحد النهار. نعم. شكرا على كل المعلومات اللي دائما كتزودنا بها الاستاذ محمد الحليمي اخصائي التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، وشكرا على كل المعلومات اللي كتقدمها لنا طبعا في الشق الغذائي اللي كيتعلق بالكثير من المشاكل الصحيه.